أول ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بتبقى شهادة من الله سبحانه وتعالى ليك بأنك من المؤمنين. تعرف ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا من المؤمنين فقط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عطروا الحياة بالصلاة على رسول الله. عام جديد وحياة جديدة. الشيخ خالد الجندي قريبا على الحياة.